خدوا احتياطاتكم، بدي معلومات عن الطويل على مدى 24 ساعة، بدي أعرف بمين عم يلتقي وشو عم يحكي. فيلر أكيد رح يدفشوا علينا. عرفوا لي شو يلي انتسخ من هذا الجهاز ومين يلي نسخه؟ وبعد ما تعرفوا اقتلوا لي أويصال. تأمر أمر سيدي. خذوه لجوا. عابد راقب لي زلمة رئيس الحكومة. ماشي معلم. اجا رئيس الحكومة يا معلم. تعالوا بدنا نحكي شوي. مثل ما بدك سيدي. ابني عرقنا، جيب لنا كاسة مي باردة. ناخده ما هيك؟ بعده رئيس الحكومة هون ما بصير تقوس. بدل ما تحكم سكولة الخاين. عامر، معقول يكون واحد من رجال أوصوي؟ مع الأسف. سيدي، للأسف الشباب الشرطة هون أمنوا هرب عامر بالغلط. أعاقوا عابد زلمة مراد على مدار بدون ما يعرفوا. رح يمسك ورح يدفع ثمن خيانته 20 ضعف. أعطيت تعليماتكم سيدي. أنا رح ألتقي بأرسوي، اتخذوا الإجراءات. تحت أمرك سيدي. هذا ما بيفهم بطريقتكم، رح يتوقح أكثر. شو بده لسه يتوقح أكثر من هيك؟ بعد ما بتلتقوا معه خلوني شوفه أنا. بسمح لك بس بشرط واحد، إنك ما تقتله. بوعدك ما رح أقتله. امتى سيدك رئيس الحكومة رح يجي؟ أنا ما بحب أنتظر كتير. رح تنتظر عمر بكامله وأنت بالسجن. قلت لي رح تحطوني بالسجن، ما هيك؟ الحقيقة أنك خوفتني. ليش وعدتوه يا معلم؟ ما عندنا فرصة تانية بماتي، خلصنا روق شوي. معلم كنت رح امسكه. معي خبر باللي صار، لا تضايق حالك.
بالحالة الطبيعية لازم تكون قاعد محلي، وأنا قاعد محلك وعم حقق معك، بس هاي الشغلة فيها غلط وما قدرت ضبطه. ومين أنت يا ترى لتقارن حالك فيني؟ فهمني. وليش بالأساس لقارن حالي فيك؟ أنا كنت صاحب هاي الدولة، وأنت كنت راعينا اللي حطيناه على رأس هاي الأمة مشان تأشرف على أمورنا. بما أنك مهتم بالدولة لهالدرجة، لازم تقدم لها خدمة أخيرة. أعطينا أسماء قطاع الطرق اللي تحت أمرتك. بلش بأقرب الكل إلك سيادة رئيس الحكومة. أنا قدمت لك عرض مهم، إنك تستقيل، ترك كل هالشغلات، أنقذ روحك. بس يبدو مراد علمدار حرضك. اللي مين دافشك علي أنا؟ عيب هالحكي، شو مين دافشني ودافشك؟ واضح انك ما بتفهم بشغل الدولة. ارون فيلر ولا شارون ولا جونتر؟ قلتوا منضغط عليه شوي للزلمة بيقوم بيعترف ومنخلص منه. انا مستعد ادخل تحت امركم، وطبعا رح اقدم لكم اخر خدمة لكم. بس طبعا هاي الشغلات ما بتصير مراد علمدار وامثاله الحالمين. معلم انا دمي عم يفور، بلش يفوت السم بعروقي، رح جن. وهلا اجى دورنا يا ميماتي. رح تشتهي الموت يا كلب. بيقولوا الثعلب بيدور بيدور واخرته على دكان الفرو. هلا هيك بيعملوا رجال اثنين على واحد؟ يا حيف يا عيني، شوفوا مين عم يحكي، هلا صار قاتل الاطفال رجال. ايدك عن نسوان.
إرسوي، شو ما سألتك أكيد ما راح تجاوبني. سأل لجاوبك. وليش لا أسألك؟ شو ما صار راح يجوا كلابك ويدوروا علي، وأنا راح أقتل هدول الكلاب، فعن شو بدي أسألك؟ دخيلك معلم، هيك راح يموت؟ لا يا بيماتي، ما راح يموت قبل ما كسر له 300 عظمية اللي عنده. قوم ولا قوم؟ بدك تقوم مشان نخلص عليك؟ اللي بهاي اليد هتدلع اللوز؟ بهاي اليد؟ انت يا مجرم، انت اللي قوصتني وامي. امي ما عادت تقدر توقف على رجليها وانت بدك توقف بعدين. لا تصفر، خلينا نعرف شو عم يصير. عم حاول غطي على الصوت. لا تغطي، لك صرنا زمان بدنا نسمع هالصوت بقى. لا تغطي. ما مات، ما هيك يا ميماتي؟ لا ما مات. انت شاهد، هي وفيت بوعدي وما قتلت. انا بشهد معلم، هو يلي قتل حاله. للأسف ما قدرنا نمسكه، رمى حاله من الشباك. شو هالبهدلة هي؟ فعلا بهدلة يا سيد فريد، كنا شخصين وما قدرنا نمسكه. لك يا عيب الشوم علينا. بتبلغوني بكل مكان بتروحوا عليه. نحن باسطنبول، صار عندك خبر. ميماتي اعطيني تليفون الكليب من التابلو. بمين بدك تتصل معلم؟ بألبير، خلي يعطي خبر للختيارية انه ايرسوي خلاص مات واني طالب قبلهم. معلم شلون ما بيتنصتوا على هاد؟ لأنه مصنع على هاد الشيء. انت احكي معلم، انا بدي امشي شوي. الو البير. دقيقة معلم، رح نقول التليفون على الكليب. تفضل معلم، عم بسمعك. Thank you.
جدًا بيرتاش يدي تنجى جدًا بيرتاش يدي بن صنعتي ماموش يدي بن صنعتي ماموش يدي قول يا ماموش قول يا جنبه معلم خليني احضنه بوعدك يا بيماتي بس يجي وقت هذا الشيء وامتى رح يجي هذا الوقت معلم امتى بنتي أنا ما قلت لك ما رح أكل قبل ما يجي ابني ليش ما عم تفهمي على حكي ماما لأنه صار وقت دواكي لازم تاكلي حتى تاخدي الدواء أنا الدواء تبعي ابني أمي خدي دواء الدكاترة هلأ وبعدين بتاخدي الدواء تبعك إذا عرف مراد شو عم تعملي رح يزعل أوعك تقولي له شي من هذا لابني بنتي هاتي الدواء رح أخده ما بيصير تاخديه على معدة فاضية ماشي حبيبتي قربي الأكل كمان أعقل تخبروا مراد ليزعل Thank you.
شو عم تعمل؟ قاعد. انت شو عم تعملي؟ وين قاعد يعني؟ ما قبيل برج البنات. يعني ما بدك تجي على البيت؟ ليلى لا تبلشي التحية تبعي. ماشي ما قلت شي. رح تبقى هنيك؟ ايه رح ابقى شوي. ماشي حبيبي الله معك. يسلموا هالإيدين الحلوين يا بنتي. يعني عجبوك بابا عمر؟ معقول تعب الأيدي الفنانة ما يعجبني؟ إمتى ما عرضيك؟ رح جيب لك بطاقة، يمكن يكون تغيير جو لماما نازك. بتجيبي لها الدعوة وبتقنعيها، بتقولي لها ما بدك تشوفي شغلي يا ماما نازك، ما بتخجلك. بابا عمر ما بعرف، أنا خايفة كتير. ليش لا تكوني خايفة يا بنتي؟ خايفة إنه شغلي ما يعجب الناس. انت عم تعملي هذا الشغل مشان يعجب الناس ولا حتى تستخدمي الموهبه العظيمه اللي عطاك اياها الله والطوريه يا بنتي؟ مشان التنتين سوا، وحابه انه شغلي يعجب الناس كمان. انا طول عمري ما عملت شيء حتى يعجب الناس ولا فكرت بهذا الشيء. كل شيء عملته بحياتي عملته مشان ارضي الله، بس لما بتنطلقي بهي النيه شغلك بيدخل قلوب الناس وبيأثر فيه مثل دقة الشغل اللي عم تشتغليه من جواتك. يلي بيعجبك رح يعجب الناس كمان. إن الله جميل ويحب الجمال. خير بنتي، لوين رايحة؟ رايحة اتمشى شوي بالسوق. بيلزمك شي من برا بابا؟ لا بنتي. انت رح تجي على معرض بنتنا زينب ما هيك؟ طبعا رح اجي، اصلا انا وعدتها. يلا منلتقي. بنوصلك حضرة المدعي؟ لا شكرا. ماشي بأمرك. عرفوا بابا عمر وماما نازك انك هون اكيد رح يموتوا من همهم. منيح ما قلتي لهم اني هون. ليش ما اجيت على البيت؟ ارسوي مات. شلون؟ رمى حاله من الشباك. الحمد لله. ايه يعني زعلان عم موت ارسوي لهيك ما رحت على البيت؟ لا لاني ما عم اقدر اطلع بوش امي. رح موت من عذاب الضمير. شو علاقتك انت؟ امك مو حاطه الحق عليك، بعدين هنن بيامنوا بالمكتوب والقدر. وانا كمان. وانا خلص ارسوي راح وبيستاهل كل هالشي. انت عملت اللي بيطلع بايدك،
بيستاهل ولا ما بيستاهل؟ ما بتقدر تغير الماضي، بس بتقدر تغير المستقبل. أنا مستعد ساوي كل شيء، بس أمي توقف على رجليها. إذا قدر أمك أنه تقوم على رجليها فرح تقوم، رح نعمل كل شيء بيطلع بإيدنا. أما إذا قدرها ما تقوم على رجليها فما رح تقوم شو ما حاولنا وعملنا. شكلها قعدتك مع أبي أثرت عليك كتير. رفقته بتفيد وحدة نظرتها متشائمة للحياة مثلي، بنصحك تسمع له. ما رح أقعد هون على طول، طبعا رح روح على بيتنا. طمنيني إن شاء الله أمي فرحت بصورة الجريدة. أنا فكرتها رح تتضايق كتير، بس بدي منك تطلب من إنجي هالطلب المرة الجاية، تعمل خبر إنه حنتزوج لنفرح أمك. قربي لأحضنك، إذا في حدا عم بيصور بلكي بيكتب بكرة رح يتجوزوا. عدم المؤاخذة، ما بخليك تحضني بالمكان يلي عرضت فيه الزواج على رهف، بس طبعا بسمح لك دقيقتين وبس إذا هذا الشي بيريحك. بتعرفي شو؟ بتتذكري وقت اللي اجينا انا وانتي ورهف لهون؟ ايه طبعا بتذكر. كنتي وقتها سمينة كتير وما قدرنا نوسع على الكرسي. كنا اربع اشخاص ما قدرنا نقعد بسبب حكمت. مدري ليش ماني متذكر حكمت ابدا. دخيلك بقى، قديش دمك تقيل. بتاكلي كومبير؟ صار لي 5 سنين ما أكلت كومبير. ها؟ برافو، صرتي مثل الفستقة. وأنت كمان غيرت وشك وصرت أحلى بكتير. ماشي، أمري لله، إذا ما حدا أخدك رح أخدك. خلصنا بقى بروحة. يلا قومي. يلا يلا، هلأ أمي بينشغل بالها، أنا رح أقعد شوي كمان، وإذا ما أجيت الليلة بكرة بجي. بتحب اني ابقى كمان؟ لا شكرا كتير. وقف لبوسك من خدك التاني وما ببقى بدون زواج. اذا بترجع بتنبسط امك، بس اذا بدك بكذب وبقلها ما رح يجي. شكرا لأنك جيتي. خبر من قوي صار؟ جاي لهون. يعني التقى فيلر؟ ايه التقى، ووصلت رسالتي لفيلر. قوي صار ببيعنا. ما بيقدر، انا اخر فرصة لقوي صار. ليش بدك قوي صار؟ انا بسيطر على المجلس احسن بكثير من قوي صار. لا تبالغ كاشف أغلو بشي، يوم رح تضايقني عن جد واضطر اني اقتلك. انت من تاني يوم بتتخانق مع اعضاء المجلس، وصال بيتفهم معهم طول العمر. انا ما عم بالغ ابدا، ارسوي رتبه هيك لانه من مصلحته. لا تبالغ، لو كان صحيح لا تبالغ. شو رح نعمل بمراد؟ مراد رح يلتهي هالفترة بجثة أورسوي، وبعدين رح يهجم على المجلس،
ودورك انت انك تحرك قوة ايرسوي المسلحة. شلون علاقتك بحميد؟ حميد بتفاهم معه على كل شيء. ادخل. اجا وصال سيدي. دخله. تفضل. عزيزي وصال، تعرفوا بعضكم شيء؟ منعرف بعضنا منيح. شو اخبارك كاشف كاظم أغلو؟ زعلان منك. ليش؟ جرجرنا كتير، لو بدك كنت وقفت هالشغلة كلها. وفوق زعلان؟ لازم تشكرني اساسا لانك طلعت عايش من القصة. ايه انا خلصت الزعل بيناتكم ومش الحال. حكيت مع فيلار، قلت له انك انت يلي جبت اللابتوب وانه بدي اترأس المجلس. وهو شو قال لك؟ تمنى لي النجاح. طبعا طبعا رح يتمنى لك اياه، لانه هو ما عاد يشوفه بحياته. المجلس دخل تحت امرة مراد، شلون بدنا نحوله إلنا؟ منستعرض قوتنا عليهم. يلا يلا هاتي ابن اختي، حاسس حد انتفخت. انتفخت وراح انفجر. تفضل. ان شاء الله صحة وهنا. ذو الفقار اغا، انت بتحب تشرب شي؟ انا رح اشرب قهوة حلوة بس بعد شغلي. ايه وبعد شو رح تشربها؟ خالك زازا رح يقدم تبرع كبير وبعدها رح اشربها. يا ابن الناس، انت ما معك مصاري؟ إذا بدك تبني جامع روح ابني مصاريك، وإذا ما معك بدينك وفايدة ما فايدة ما بدي. قلت لك إني رح ابني بمصاريك يا زازا. يا الله يا أنبياء يا رسول الله، أنت ليش معلق على مصاري؟ ها بيناتنا في حقوق كتيرة، إذا أنت طلبت مني شيء أنا بخجلك؟ ما رح خجلك. أنت ما عم تفهم علي روح، أنا مصارية يا أخي مو مصاري حلال، ما بصير. قول بدي روح على الملهى وأصرفها بعطيك. تعال لي بدي العب قمار فيهن كمان بعطيك. عن جد عم تحكي خالي؟ انت خليك قاعد محلك، عم نقول مثلا يا ابني. طيب وانا بدي حللك المصاري الحرام هيك. فكر معي، الناس رح يتعبدوا ربهم ويدعوا لك لسابع جد، قديش حلوة هي. يا بس انا مالي حدا منوب. سو خالي ليش نحن مو حدا بالنسبة لك؟ ابني على وزنك، انت بحاجة لدعاء. شو بك ابني؟ زازا اذا ما بتدفع المصاري رح اروح اخدهم من مراد. لقيت الزلم المناسب، روح روح خد منه خلص. شلون يعني اخد منه؟ مين هذا ليعمل خير نحن ما بنعمله؟ ماشي اخي. شوف نحن ضيعتنا ما فيها جامع. انت عليك تعمر جامع بضيعتنا. اي ماشي على راسي، انا رح اعمر جامع بضيعتكم. ماشي انا قبلان عمل الخير تبعك، انت بتعمر الجامع وانا رح اعمر صالة المناسبات. زازا كلفة عمارة جامع بالضيعة 100,000 او 200,000 بالكتير. وكمان الصالة رح تكلفني 200,000 ما هيك؟ لا اخي بدي اياك تدفع 1,000,000. ماشي بوعدك، خليه يموت هالسافل المجرم إيرسوي وبدفع. ماشي شهدوا عليه وعد يدفع 1,000,000 دولار. لبين ما يموت إيرسوي بتبقى أمريكا لحتى يبقى دولارها إيه بصير فراطة بفراطة، ساعتها 1,000,000 دولار مو مشكلة بنوب. المعلم ماتي وينه؟ خير سيد حسني، أنا جاي لحتى بوس إيدي المباركين. هي هي إيد ميماتي وإيدي واحد، يلا بوسها. بس ابني ليش بدك تبوس إيد ميماتي؟ ما قلت لي ليش ما بتستاهل إنه تنباس إيدي اللي قتل السافل إيرسوي؟ كيف؟ شو؟ عمران عمل لي قهوة حلوة ابني. أنت أكيد وقعتني فخ، كنت بتعرف إنه السافل ميت.
ما بتنحسب. منين بدي اعرف هالشي؟ مو انا اجيت معك لهون شبك؟ ياه انت بتصدق كلام هذا المجنون؟ عمران لا تعمل له قهوة حلوة. ها اجا اخي الابطاي. انت اخي الله يرفع من شأنك وما يجيب راسك على الارض ويجعل سيفك على رقاب الظالمين. قتلته لهالسقفين؟ الحمد لله خلصت من المجرم. تفضل لجوا. مهماتي لك ليكون مات عن كذب مرة تانية. متأكد انه مات؟ قديش بدي ادعي عليك يا قرصوي. لا ادعي، اكلت مليون مني يا قرصوي. ليش دائما بنلتقي بالمقابر؟ مشان نتذكر الموت. انا ما نسيته ولا يوم. انا كمان بشبابي ما كنت انساه. عم بيجي لهون لشوف كتير من اصدقائي، وكل ما كتروا اصدقائي اللي مدفونين هون بتصير هالعيشة ما بتنحمل ابدا. لا الدولة ولا الامة بتبقى بدون صاحب. امتى ما بدك بتقدر تروح لعند اصدقائك؟ شو تساومتوا مع رئيس السي اي اي؟ نحن عملنا المساومة اللي بتنعمل معه دائما. يعني وعود فاضية؟ بس هاي المرة كان في طلبات ملموسة بنعرف أثرها. معناتها صرنا نعرف نساوم الشيطان. تنعمل مساومة حتى مع الشيطان، لأنه الشيطان بيوفي بوعوده، بس هدول بالكتير بيوفوا بوعد واحد من 100 وعد بيوعدوها. هنن اجوا واقترحوا علينا دعم بالشرق الاوسط وخاصة بخصوص تغيير النظام بسوريا، وقالونا هنن رح ينطفوا قنديلي بالمقابل. ونحن بشو عم نفكر؟ ما رح نسمح بحرب اهلية بسوريا ابدا، لهيك نحن لازم نعمل اي شيء. طيب شو رديتوا على طلب اسرائيل؟ رئيس الحكومة لهلا ما عم بيغامر بالحرب ضد اللوبي الاسرائيلي، بس ما بيقدر يبقى محايد بالنسبة لفلسطين. عم نحاول نقدر نقنعهم انه المنطقة ما بتتحمل هيك ازمة بهذا الحجم. حاليا قنديلي تحت نفوذ اسرائيل، شلون بدهم يعطونا اياه؟ رح يبلشوا ينطفوا محيط رئيس الحكومة من اللوبي الاسرائيلي. ما ممكن يتحقق استقرار الشرق الاوسط بدون رضا تركيا او اسرائيل. يعني يا بيمشي كلام اسرائيل يا كلامنا. بالضبط. ايه بس هلا رح يحاولوا يسيطروا على خلايا ايرسوي اولوبين نايمة. لازم تكون هي معركتك الجديدة. هدول خطيرين اكتر ما بتتوقع. تصفيتهم ما بتتم بقتلهم وبس، لانه الجماعة معهم اشرطة للكل، مستعدين يعملوا كل شيء ليخربطوا هذا البلد، ورح يحاولوا يعملوها. الجلاديو السابق بعتقد انه صار تحت سيطرة اسرائيل، ما هيك؟ مزبوط. طيب منشوف. نحنا ما لنا شريط عندن وما عنا ولا نقطة ضعف. نحنا كنا رايحين لعندك، انت سبقتنا عزة آغا. اهلا وسهلا، تفضل عود. وقت شفت في استدعى قلت لنشوف الحكومة. نحن دائما تحت أمر الدولة. الدولة صارت غبرة ودخان عزة آغا. لا بقي في رجال أيام زمان مثل حضرتك، ولا رجال دولة أيام زمان كمان. الدولة بتشبه شجرة الدلب، حتى لو انقطعت جذورها تحت الأرض بتكفي لتهز الواحد.
عزة آغا، إرصوي ألوبي راح، وسمعت إنه أنتو مجلسكن لجأتوا لحماية مراد علمدار، بس مراد ما رح يفرجيكن الشمس. لو بيطلع واحد بقوة مراد علمدار على الأرض أكيد رح ننزل تحت جناحه. أنا موجود. باقي المجلس ما بيشوفك مثل ما بشوفك أنا، بس نحن وكالتنا عند يشار. إذا بتقنع يشار آغا أنا بحكي مع باقي الشباب وكلنا بنشتغل معك ونحن مبسوطين.